زون ميكست رجعنا من جديد في زون ميكست مع ضيوفنا اليوم وسام العابدي سي عبد الباقي مسعود ايضا سي المنجي بن ابراهيم. قصت عليك بالك سي المنجي حبيت تقول حاجه وفي نفس الوقت نحب نسالك مثلا النقطه اللي اثرها وسام حاول هل كنا نجمو نقتلو مثلا مقابله الاياب من ماتش الرتور خاصه نلعب ضد فريق ناقص هذايا بعد المباراه دونك هذاك نرجع له لان بعد المباراه برشا ناس تقول لك علاش ما ربحناش 2-3-0 وقت اللي انت قبل المباراه اذا كانت تقول باش نروح بتعادل ولا بهزيمه على ليميت انا زيرو الناس الكل تبدا فرحانه تقول لك سلكناها لان اون بلوس اعطينا قيمه للفريق المالي اكثر وقزمنا الفريق الوطني التونسي اللي الفريق المالي اقوى لان اون جوجي سا على الماتش الاخراني اللي تلعب لكن الماتش الاخراني من نجم نلومه كان انفسنا اليوم سي جلال القادر انا نقول لك على الجزئيات كان لاحظته بوندون لو ماتش ديما يعمل بيده هكا معناها ريستي كومباكت وقلناها الصباح انا وياك وقتها في الانترفونسيون ولا قبل الماتش قلت لك يفو غاني لا باتاي دو ميليو دو تيران اذا كان علاش اون غاني لا باتاي دو ميليو دو تيران لي برومي ديفونسور سي لي اتاكون اللي باش يكونوا موجودين علاش لان باش ما تخليهمش تعطيهمش تساهلات باش يخرجوا الكره وقلت لك اذا كان يعملوا لي ديفونسور يعملوا لي باس لونغ باش يسهلوا المهمه نتاع لي ديفونسور نتاعنا وهذا اللي صار لان عندهم كان نمره 9 انا شبه يفكرني في لوكاكو سي ان بو لو ميم ستيل نمره 9 اللي عندهم ما كانش موجود بارابور على الماتش الاخراني اللي خسرنا فيه ضد المالي دونك اليوم علاش خاطر تو تايتي تيدي وجو تروف سا اكسبسيونيل العمل اللي تعمل لان ما يلزمش تجيه الكره واذا كان باش يعملوا له يطولوا له الكره باش يسهلوا عمل الدفاع نتاعنا اليوم رغم راهو الخلافات اليوم فوزون ابستراكسيون من كل الناس اللي عندها خلافات في كل حاجه اليوم الفريق الوطني التونسي اليوم يعرف شو يعمل اليوم الجوار الفريق يوريك اللي ليكيب كلها كانت حاضره تشوف الفرحه تشوف في وسط المباراه وتشوف التشجيعات انت نادر الغد ندري الناس الكل حتى خويا وسام معناها اليوم البروفيسيوناليزم اليوم كل جوار رومبلاسون انا صارت واحده وقت نلعب في سيسيون وعندنا جوار وقتها تضرب والجوار اللي باش يرومبلاسيه مش لابس الصباط نتاعو في البنك. إبا كيفاه قبيل لونترونور اللي هو مش لابس الصباط نتاعو قال له تو ني با بري دو جوي وبعثوا للفيستير ديريكتومون. دونك هذه الحاجه الباهيه مش جزئيات اللي تتعمل حتى بشير بن سعيد صرت مومون يعمل هكا معناها حاجه بركة بيمول اتونسيون على بشير بن سعيد. هذه ممكن نرجعوا له هذاك من بعد ونحكيوا فيه. وسام انت اثرت هالنقطه نتاع كنا نجموا نقتلوا المقابله ونتهناوا على ترشح. شوف اللي تعامل المدرب كي نجم يكون تعامل افضل نمشي اكثر نجازفوا شوف سلام احنا كيما قال لك سي المنجي قبل الماتش ماناش ماشيين نقول لك باش نربحوا راهو سي سير شارع الرياضي واعلاميين وملاعبيه والناس الكل ماهيش تحكي على احنا ماشيين باش نربحوا اقل حاجه يقول لك يا خويا نجيبوا نحكي بصراحه مش جيبوا نيل وعندنا ماتش رتور هذاك باش نربحوه اليوم انت تلعب ضد المنتخب الماني شوف لي سيركونستانس نتاع الماتش شنو ماركيت انت بونتو ورقه حمراء انا ما قلتلكش راهو جازف ومشي لقدام افيك فولي تلعب افيك اكيليبر سيرتو دوزيام ميتون افيك اكيليبر حتى كي باش تمشي للاتاك تلعب تحب ولا تكره تلعب بعشرة دونك فما نخبه في التيران فارغه ناقص واحد ملاعبي راهو ما غير ما فيها برشا تفلسيف الحكايه هذه ناقص فما ديزيكيليبر في تلعب ضد المنتخب الماري ناقص بواحد ولا تلعب زي المنتخب ديما ديزيكيليبر مش تلقاه فما حاجه بلاصه فارغه انا حتى قلت كيفاش معناها كنا نجموا نقتلوه الماتش كنا نجموا ماركيو حتى بونتو الثاني كيفاش نمشيو لقدام من كيما قال لك حتى سي عبد الباقي ما نحبش انا كيف تدافع برشا وما نحبش نحب بوقت اللي انا نمشي لادفيرسير ونعطيه هذه الفكره نتاع سي فوزي في رايك انت كنت ملاعبي كنت ملاعبي تعرف انا اسكو دي كونسيني معناها من المدرب والا الملاعبيه في مخاخهم رابح ورابح في مالي في باماكو في ملعب صعيب دونك لازم نستحفظ اجا نقول لك هذه ما كونسيني نتاع مدرب ما فيهاش سيرتو اي سيرتو فما وقت باش تكلم الملاعبيه وقت صارت الورقه حمراء صارت في برومي تون وسجلت برومي تون عندك اربع ساعه نتاع بين ميتون ميتون انت باش تعطي كونسيني ونقولوا هي صحيحه راهي الفكره نتاع المدرب يقلب الاطراح في الدوزيام ميتون بالشونجمونات نتاعو باللي يبدل هذا بالبوست بالتكتيك نتاعو اما انت باش تعطي انت كيما قلت انت يا اسلام المدرب هو اللي يعطي الكونسيني كيما هكا ما نجيبش انا نجي الغندري يقول له اطلع العب لي قدام ولا الاخر معناها فهمت كيفاش معناها لونترونور هو اللي باش يعطي الكونسيني
والشونجمونات نتاعك هي اللي تظهر اللي انت تحب تكرازي الادفيرسير ولا تحب تمركب بونت الثاني ولا في رايك شنو ما لي شوك كنجم يا خو ما عرفش على البنك شكون معناها نورمالمون اذا باش تدخل دخلت بوست بار بوست نقولوا الخنيسي بلاص جزيري ممكن تعب جزيري خاطر فما توبيراتير كبيره وجرا وعمل لي فور كبير ميطالول واكثر من صحيح كي دخلت الخنيسي الخنيسي نعرفوه اللي يمشي للادفيرسير ويمشي للديفونسورات اما حبيت تدخل دومي مع يوسف مع 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 سليتي معناها اللي تنجم بصراحه كنا تنجم تقتل كيما حكيت لها في الاوف انا وياك فما ماتش تاع الاسبيرونس ضيعته معناها في ماتش الوداد ماتش الوداد ماتش الوداد تذكر في اللالي كانت الترجي تربح الوداد وعندك ورقه حمراء اكثر من ترى قداش معناها خليت انت تو الوداد بعد ما شفناك الماتش اللي صار هنا نتاع الفار وواحد كل شيء اعطيت طمعت الوداد باش ترجع لك دونك هذيا سلام ما تقوليش معناها حتى كي تمشي للاتاك وحتى كي باش تمشي باش تمركي الثاني مش افيك فولي انت رابح صحيح وريزلتا بوزيتيف اللي عملتها لبرا اما حتى كي باش تمشي انا كنت نجم نحي بيفو كنت نجم نحي بيفو وندخل دومي شكون مثلا بقير فرجاني نجم يكون معش شنو لا نحي بيفو من ثلاثة ايوه شكون دخل قلت لك دخل دوميت كلوار شكون عندك دوميت كلوار شكون ما دخلش دي ساتاكون دخل دوميت كلوار مع يوسف ومع مع مع سليتي مع الخنيسي بقير بن والناس شكون مثلا بن والناس ممكن الجبالي يلعب دوميت كلوار نجم يلعب دوميت كلوار معناها والله وتلقاه على كونتر من خاطر ديزاميتو خليه برشا سباس التالي يحبوا يعدلوا كل شيء تخلي يخلي لك سباس على كونتر تنجم تمركي الهدف الثاني علاش قلت لك اذا مركيت الثاني تنجم تقتلوا الماتش من هنا البريسيون تطيح 2-0 وعندك ماتش هنا ضد مع في التيرام تاعك مع بيبليك تاعك مع كل شيء ما قلتلكش ديما نقول لك سلام مش افيك فولي تتاكي انت ديجا رابح عملت ريزيتا بوزيتيف حابين نضمنوها ريزيتا باش نحكيو اذا تحكي تكنيك وتكتيك راه ديزيام ميتو ما عملنا حتى شيء نحن اسلام راه ما وصلناش للكاش جمله راه نتاع الادفيرسير يلعبوا ب 10 تقول يلعبوا ب 11 شفنا شات وما شفناش برشا دونجي ما خرجش بن سعيد صارت اللي دونجي هذوك نتاعهم وفما شوطه ولا زوز معناها قلنا قريب للكاش ما فهمت قلقونا ديزيام ميتو ويلعبوا ب 10 هو اسلام ثم حاجه مهمه برشا راه التيوري نتاع المدرب كانت مفاجأة للمدرب سيرتينمون لان كان بوتيتر ان ريزولتا 0-0 ولا نيجاتيف يلقى روحه التيوري نتاع البريمير ميتون وانت فايز 1-0 دونك سا شونج لي دوني الكل يتغيروا والحاجه الباهيه الاخرى سي كو تحب ولا تكره راهو اسيرتين مومون الجوار تحكم يقرا السيناريو الكل فوالا نقول لك انا اسيرتين مومون راهو جوارات الكره في ساقيهم سور لو تيران تنجم تتكلم اللي تحب وتنجم تقول اللي تحب دونك هما يقول لك مو جو برون با دو ريسك باش نعمل حاجات اللي انت كي تشوف البارح الكوفرتور نتاع في الباس اون روتري نتاع الفريق المالي في الدوزيام ميتون الكوفرتور نتاع دراجر اللي قص الكره وجابها لبرا سي اكسترودينير يوريك اللي يا ثم حاجات قاعدين يتخدموا حتى او نيفو دو لا كومبليمونتاريتي اونتر لي ليني تشوف انت كما قلت على يوسف معناها تكنيكمون كان فريمون بتشوفوا يوسف يتكلي تشوف سليتي الهد باليد معناها مع ملاعبيه فارقه انا نقول اللي لا باتاي دو ميليو دو تيران اي تي غانيي اي سيتي لاتو نيميرو 1 تاع الفريق الوطني التونسي ما شفناش لا ميليو دو تيران لا دفاع تاع الفريق المنافس اوتوماتيكمون لي زاتاكون ننساهم واذا كان شفنا اشياء او نيفو اوفنسيف من الفريق المالي راهو بلوس اغلاط فرديه منا احنا كي بيرمي باش يجيو لي زاكسيون هذوكم كان تتفكروا الباس لاتيرال نتاع الغندري الباس لاتيرال نتاع طالبي دونك فيك جامي هذه معروفه في الكره علاش نقول لك كي نبداو نكثروا باللعب او نيفو دو جو لاتيرال راهو كي تتفك لك الكره عندك اليميناسيون ديريكت نتاع لي 4 ميليو دو تيران ولا باتاي دو ميليو دو تيران تربحت سي لاتو نيميرو 1 اللي خلانا كي تشوف البريسينغ نتاع يوسف على الهدف لوتو جول معناها اللي تعمل من طريق باسوما وبارك الله فيه انتر بارانتيز واخويا الفريق المالي هما عندهم عيد ميلادهم 26 مارس انا نقول لهم 26 مارس ذكرناه عليهم 2026 لا اما خير تحتفلوا بالكوب دي موند مع فريق اخر عام 2026 26 مارس 2026 فانتاستيك انا ثم حاجه راهو انا ما نحبش نعمل ايفالويشن ذا ماتش على النتيجه بصراحه
ايفاليوي ان جو حاجه والنتيجه حاجه اخرى. صحيح حسابات البارح اللي عملناها خطفت داكور، اما راهو البارح لعبنا افيك لو ميم اسبري اللي لعبنا فيه ضد ماري في الكان، راهو افيك ان ديسبوزيتيف ديفيرون بوتيتر من 3-5-2 4-3، مي لانتونسيون اي لا ميم سي كونتري ليكيب تاع مالي. ما لعبناش باش نمشيو ناكلوها. نتفاهم معاك سي عبد الباقي، اوكي اجمعت الكل اللي لعبنا دفاع مبالغ فيه، معناها ما تشوفش الملاعبين اللي نجموا يشدوا الكره القدام كيما يوسف كيما نعيم برمضان نجم يكون فقط. نكمل السؤال، برمضان كيف نجم يشد الكره القدام؟ ما عاونوش، ما شدوش الكره بالمهارات القدام باش ملاعبيتهم وصحابهم يخلطوا ولا يفتحوا الدفاع نتاعهم. يا سلام، لانه الانتونسيون هذه مش موجوده، الانتونسيون نتاع نمشيو القدام ونشدوا القدام وكذا سي كونتر لي كونسيني. انا اللي قلقني بالحكايه هذه كلها انه راك باللعب هذا تنجم تتنقزها مره، تنجزها اثنين، راك تنجم مع انجلترا تعمل دوزا بالسيف باجي بلجيكا تعطيك خمسه بالاسبري هذا. هذا اللي ما نحبش نطيح فيه، انا نحب تكون عندي ايكيب تكور وتكور والسامبوز. تقول لي لي كاليتي جوار في المغرب مثلا وكذا، انت كنت موجود في قطر سلام، ورينا ليكيب ناسيونال المحليه نتاع المغرب بقياده المدرب الممتاز جدا بالنسبه لي عبوطه، خير من ليكيب ناسيونال نتاع ليلوزيتش متاكد، معناها على مستوى الاداء اللي ريناه واللعبه اللي تفرجنا فيه خير من الجبال هاني لوزيتش في الكار. عنده ديزيكيب، عنده ديزيكيب صدقني كيف المغرب في البطوله ديجا حرام اني ما زدتهاش هي، معناها بوريت رونيت الامريكي تتفرج في 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 منتخب اوروبي كور رغم انهم لاعبيه محليين وكذا، لانه ليسبري لانتونسيون هي هذيك نلعبوا باش نربحوا، راهو جويه ماتش سي جوي بور غاني لو ماتش. به تقول لي انا حسبت وعملت حساباتي وكذا وقدمت طلع وربحت طوميو سافا يعطيك الصحه، مي اون با ريستي توجور كوم سا يا خويا، يلزمنا نديفلوبيو اللعبه نتاعنا في بطولتنا في منتخبنا، نعاود الراج وحكايه هذه اللجوء الملاعبيه من برا، شنو هو اللي خلينا نجيبوا فيهم من الاوروب اللي هما في فرق متواضعه وفي بطولات متواضعه امام ونفضلوهم على بطولتنا المحليه، علاش؟ بطولتنا ناقصه، كيفاش نعملوا باش نطلعوا بالمستوى البطوله نتاعنا باش تنجلنا طارق ذياب ومنجي ابراهيم ووسام العابدي، تعال كنا نخرجوا من الملعب هيك البطاط، عام 78 ومنجي عاش، عندنا تروازي كيب ناسيونال نجموا نعملوا، تروا تنجم تعمل ثلاثه منتخبات خويا، بالملعبيه الموجوده، راهي ثم ملعبيه حرام. ما عادش عندنا الكاليتي معناها. ثم ملعبيه حرام اني ما مشيتش للارجنتين، كي تقول مجيد بن مراد ما مشاش وتقول سمير بكاو ما مشاش وتقول راهي ناس هذوما مناش من بطوله كانت تنتج. صحيح. يلزمنا تو نخموا في هذا، نخموا ومشينا في الارجنتين كورنا ما وقفناش التالي. هو ظهر لي اخر لاعب معناتها تحسه فلته في تونس خرجناه اللي مسكني معناتها من 2010 و 2008 معناها، من وقتها ما فماش لاعب فلته. وانت سامحني اسلام قبل عندنا عندنا 700 ديفونسور قبل، اليوم ما عندنا حتى ديفونسور. اليوم ما عندنا حتى ديفونسور. تلزينا نلعبوا الغندري بيفو ونعرفوه متكون بيفو يلعب بيفو ولا يلعب ديفونسور. تصور انت كيب ناسيونال تونس كامله معناها مش تاخذ الزبده نتاع الملاعبيه سواء برا ولا لا في تونس، ما عندكش خمسه دي اكسيو معناها باهيين اكسيلون. تي كانت عندنا تي كيما قلت انت، انا نتذكر 2004 و2003 2002 انا كنت فما خمس سته سته طايرين كيما قلت انت، سته طايرين برا بخلاف اللي يلعبوا بخلاف اللي يلعبوا بدره وجعايدي يلعب وبعد كريم سعيدي وحقي وانا ومرداسي وبرشا ملاعبيه نحكي لك وبخلاف جيت سيف غزال الفالحي صحيت سيف غزال معناها برشا ملاعبيه من غير ما نسيت لسامي. اما توا اليوم بديت تنقص هذه البطوله راهو اذا باش تحكي عليه سي عبد الباقي باش تدخل في موضوع موضوع كبير برشا نتاع الشامبيونات. احنا نلوجوا نلوجوا قلنا يزم واحد توا ورا المساكني لعل يتعب في مشروع ما لقيناش ما لقيناش تصور هو راهو الخيان الكل بارك الله فيكم. والله حاجه معناها جبتوا على حاجه مهمه ومهمه جدا، لان اليوم راهو لاكاليتي دي جوار حتى وليداتنا الصغار موجودين، لكن اليوم قاعدين نحطوا في اشخاص اللي تدرب المدربين هذو الوليدات هذو ما همش دي زيدوكاتور. انا البارح حضرت على ريونيون تاع بنات صغار يكلم فيهم راجل فريمون حشمت على روحي باللغه اللي يتكلم فيها في المرسى، بنات هوند بنيات عمرهم 10 و12 سنه، معناها يوريك اللي اليوم راهو اون ان بروبليم او نيفو دو لا فورماسيون. اليوم عندنا مشكله كبيره برشا سيكو مسيو جو سي تو، عندنا راهو جوارات اكسبسيونيل نجموا نخرجوا لي ديفونسور نجموا نخرجوا دي زاتاكون. اليوم تجيب اجانب وسته وسبعه وثمانيه اجانب في فريق
اليوم تجيب يزمك تجيب اجنبي يزم يكون احسن من اللي عندك، ما تجيبوش على خاطر. وشفنا الاشياء اللي قاعده صايره اليوم في الكره التونسيه اليوم كما قال وسام عشلاقين دي ديفونسور اللي هو معناها قوتنا كان سي توجور لو بوين دو روبير نتاع العالم اجمع. انت فان دايك غاب على ليفربول، ليفربول طاحت ورجع فان دايك. توا قالوا له شنو مجورات تحب عليهم الاخرين، قال له ما عادش نحب حتى حد، رجع لي فان دايك. شوف ليفربول اليوم رجع تلعب على التيتر وقت اللي مانشستر سيتي كانت هاربه ب 18 بوان. مانشستر سيتي عندها مشاكل ديبي دو سيزون، مشاو عملوا انفستيسمون بور افوار دي ستوبور دو هو نيفو، صرفوا 200 مليون اورو. المشكله نتاعنا في تونس في البلاد هذيا سي كو موا جو سي تو، ما نحبوا نغيروا حتى شيء، قاعدين نعيشوا اجور لجور. نعطيك حاجه صارت في الدوري في الكره الالمانيه، الكره الالمانيه 98 خسرت 3-0 ضد كرواتيا، تتفكروا في فرنسا. ريونيو اجتماع بين الفريق الكل عمل فين، عملوا ملف وعمل فين، قالوا لهم جاوبوا الفرق الكل بريمير ديزيام ديفيزيون، قال لهم ان مغليش اللي تطلبوا منه، قال لهم مش توا 2003. شوف الكرة الألمانية وين اليوم؟ الكرة الألمانية وصلوا كاليفيكاسيون كوب دي موند 2018 ولا صارت مشاكل 2018، كل مباراة تتلعب ب 11 جوار تيتولير، كل جوار من ايكيب. اعطيني صارت في العالم أجمع. ولو خرجوا من 2018 خاطر صارت مشاكل مع نوير ولي غارديان، مشاكل اون انترن، وقال لهم يواكيم لوف كو جو كوني تري بيان باسكو عاش في سويسرا، قال لهم اش بين اروغانت، معناها جيتي اروغون بارابور جوار وتحمل مسؤوليته. اليوم اليوم الله يخليكم راهو عندنا اون بليس حاجه قاعده صايره في البلاد هذيا او نيفو دي جون صغيرات قاعدين يغادروا الدراسه. يلزمك تلقى حل بور روميديا سا، على ليميت الدوله تعمل ان سبوريتود وتحط الناس. اليوم تعطي في 300 دينار مدرب ولاد صغار وتحبهم يدبرش راسه مع ولد فلان ولد فلتان، سامحني عايش خويا. اليوم الزوالي ما عادش عنده بلاصتو. اليوم يلزم الناس تعرف الملاعبين اللي يشوفوا فيهم في العالم اجمع، ها منهم رولاندينو كي جاي لا شونس دو كونيتر خوه، وهو وقت اللي عمره 15 سنه خوه كان يلعب في سيون. دونك يوريك اللي الناس هذوما كي تسمعهم دي ماريا لوكاكو، لوكاكو يمشي مسكين يعلم ربي يطلب. انا اليوم قبيله جاني ميساج والله بالدموع، جاني ميساج مع اسطوره من الاساطير كره القدم في تونس، بعث لي ميساج نعطيه لك توا اقراه وما تقولش اسمه. قال لي منجي ما عنديش نشري الخبز لاولادي، ما عنديش باش نشري الخبز لاولادي، تراتي يقول لك الميساج توا اقرا خويا اسلام. معناها واسكون فا اليوم اذا كان انت ما تعطينيش ظروف باش ننجح بكره القدم، لان اولياء اليوم يعلم بهم ربي، يقول لك ولدي باش يخرج لي طبيب ولا لا يلعب الكره، لان يشوف في ولده ميزان تاع فلوس. اليوم نعطيه الفرصه، الدوله يلزمها تشارك في الكلوب وتعمل سبوريتود، يقرا الصباح وترانا العشيه، ما يقراش الصباح ما يترناش العشيه باش يمشي يفرح. اليوم اليوم يكملوا سته ويترنى مع اولاد اصحابه يقراوا في ليكول بريفي يكمل الاربعه يمشي جيعان. بارك الله فيهم الاولاد وسي عبد الباقي وخويا وسام، لان راهو اليوم انا كنت نخدم في اوتيل كسيرفور والحمد لله غراسا كي غراسا لا فورماسيون تاعي وانا صغير مع سي البيجي بوشير الله يرحمه وينعمه، تحيه رئيس البلديه نتاع المرسى، عملوا نهج باسمه في المرسى الحمد لله يا ربي لان سون ريكونيسون بالعمل اللي تعمل. لكن لكن من بعد لقيت روحي في ناس باللي كاليتي اللي تعلمتهم وانا صغير، لقيت روحي نلقى روحي او توب نيفو ميرسي بالناس الكل اللي كانوا في المستوى. يعطيك الصحه. دونك بور ايفيتي اليوم تجيب جوارات خليني ساكت، معناها ما عندهمش مستوى باش يلعبوا في الدوري التونسي. وانا يقتلوني بالضحك وسامحوني لو خيان باش نسكت من بعد، يقتلوني بالضحك يقول لك جيو بوكو دوفر جي شوازي لو شامبيون تونيزيان. شوازي لو شامبيون تونيزيان على شنو؟ ابار لي كاتر بريمير ايكيب في فرنسا، ها الجوارات اللي تجي لتونس وانت هابط ياخذوا اكثر من الجوارات اللي تلعب في الدوري الفرنسي. ومن بعد جيت تقول لي لازمك تكون انترناسيونال. البارح لعب ولد في الشامبيونات فرنسا بربي هذه الاخراني، البارح ضد الكوت ديفوار لعب ولد اسمه كلاوس 29 عام، عمره ما لعب كره بالكل قبل 29 عام، عيط له ديدي ديشان اللي لعب في لونس. لعب لونس سي عبد الباقي، سامحوني سي عبد الباقي. دونك كما قلت باش ما نكونوش حتى قاسيين شويه على المنتخب ناحيه الاداء، نحكي شفت انا شويه حتى ماتش مصر والسنغال والا شويه المغرب كيف كيف والكونغو، ما شفناش من المنتخبات الكل معناها تقريبا اداء كبير. تحس المنتخبات الكل في مقابلات كما هذم النتيجه هي اللي اهم معناها. اكيد هذا قلته من الاول، راهو انا بالنسبه لي فرحان ويعطيهم الصحه وشيخ.
فهمت. وان شاء الله بالتمام ان شاء الله لو 29. انا نحكي اون جينيرال، نحكي لك قلت لك على ذوقي انا في الكوره، راهو ما يمشيش مع تقول لي انا الاخرين. بالعكس انا المغرب ريتها لعبت ماتش كبير برشا البارح، معنا اون ديبلاسمون الكونغو ما يسهل راي، لعبت ماتش بالكدا ولعبت بور اراشي ريزولتا بوزيتيف. كانت تخسر اما كانت تربح. اوكي كانت تخسر ولكن في الدوزيميتون المغرب ضيعت بينالتي وماركت النو دو بوت. نورمالمون المغرب تروح ربحه دوزعان، فهمتني؟ صحيح. معناها نرجع للسؤال بتاعك اسلام، قلت لي ما نقصيوش على بالعكس احنا فرحانين بالنتيجة ويلزمنا نكونوا موجودين مردي، اكيد مش يكونوا موجودين لانه تسكروا فين معناها الجمهور باش يكون موجود. ان شاء الله الملاعبية ما ياخذوش الجمهور على اساس انه بريسيون ضدهم، معناها الناس هذيك راهي جاية معاك ماهيش ضدك، هذيك الناس جاية باش تعاونك، راهي ماهيش جاية باش تكون حمل على ظهرك. ونكملوا الماتش اللي مازال باللي لا انت قلت لنا سي... انا بالنسبه لي كيما سي عبد الباقي انت قلت مشينا قطر صايم مشينا قطر وسام كيف نحبش نكون قاسيين على المنتخب، لكن سمعت حتى المدرب البارح قال اذا كان كل مدرب منتخب مالي يختار لي ملاعبيه ما يلعبوش ماتش مع ضد مالي، تو ما يختارش الصغير، ما يختارش برون، تو ما يختارش الخزري. معناها نحب نقول الاصابات اللي صاروا لنا معناها ظهر لي ملاعبيه اساسيين ركائز المنتخب، برون العيفه الخزري الصخيري، معناها ينجم يكون اثر كيف حتى على الاداء. احنا مانيش قاسيين كما قال لك سي عبد الباقي على المنتخب، بالعكس فرحانين احنا، راهو ربحنا راهو البارح مالي في مالي اللي ما كنتش استناو فيه الربح هذايا بصراحه. خاطر عملت لي كومنتير على الفيسبوك استفزيتني انت. لا مش استفزيتك المانيير، انا استفزيتك بالمانيير، انا المانيير ما عجبتنيش المانيير. انا مش قلت لك انا باش نمشي غادي راهو مش نشد مالي نعطيها 4-5 ونروح، انا منين ما عندي لي موايان وعندي لي كاليتي وعندي ملاعبيه باش نعطيها 4-5 4-5 بلاش غادي. انا قلت لك البارح في الكومنتير قلت لك رانا ما لعبنا حتى شيء وكادو البونت وورقه حمراء، معناها بدلت اللعبه كل. معناها المانيير انت شفت، مانيير انت شفت حاجه كبيره، معناها دي زوكازيون راتيناها واحده تاع رمضان اللي على جنب نحاها الجول هذيك بريمي تون، دوزيام مي تون اعطيني فرصه نتاع بونت اللي بار كونتر معناها عندهم ورقه حمراء. يلا بابا 10 ما غير ما نرجعوا للموضوع، انا حكيت على المانيير اسلام، اما هناك ما احنا فرحانين وما نش قاسين على المنتخب، بالعكس فرحانين الناس كل بريزيلتا اللي جابها المنتخب. اما كيما قلت انت ظروف وعندك ملاعبيه مضروبين، اما وين خويا انت ملاعبي، انت ملاعبي مش تلبس مريو المنتخب كيما قلت لك بكري، ملاعبي سيليكسيوني راني معناها مش تعرفش معناها سيليكسيوني، معناها انت احسن ملاعبي موجود في البوست هذيك، حتى ماكش احسن ملاعبي عندك مش تقعد على البنك، معناها ثاني ملاعب صحيت. اذا انت باش تمشي تلعب في ليكيب ناسيونال راه مش كيما ايكيب، راه ليكيب ناسيونال راه مش كيما فريق، هذا نقولوا جمعيه، ذا ليكيب ناسيونال انت سيليكسيونير باش تختار احسن لاعب عندك تضرب لك هذا، راه اللي مش يلعب ماهوش اقل من هذاك حتى اقل شويه، معناها مش كيف نقول لك اقل شويه، معناها راك انت باش تلعب راك حاضر، لازم تكون حاضر، لازم تكون موجود، انت ملاعبي راك تمثل تونس، راك معناها ما ماكش ماني جايب ملاعبي معناها هاوي ولا ملاعبي ماهوش مش معناها في جمعيه معناها هاوكا يلعبوا برا، انا جايبك انت سيليكسيوني دونك تحضر روحك تو مومون. وين لقيناها؟ لقيناها في الغندري، هذه الغندري حضر روحه ولقى ولعب دونك معناها ما عندكش مشكله، اللي حاضر يلحق في المنتخب. جبت 26 ملاعبي مادامك انت اونترونور نتاع منتخب، جبت 26 ملاعبي راك مش يغيب لك المساكن مش تلعب سعبد بقير، مش تجيب نفترضوا عطيتك باربوست مش يجيب لك دراجر تلعب المثلوثي، مش يغيب لك ريلقوش تلعب ريلقوش، راهو يلزم يكون حاضر. وقيناهم لقيناهم برشا، كي غاب علي معلول شفنا الحداد، يغاب دراجر شفنا مثلوثي، ولا هو انه بليزوم ماهوش شكل، معناها اليوم غاب بلا العيفه لقينا الغندري البارح، دونك معناها انت منتخب لازمك تحضر اي ملاعبي نفساني تحضر وكل شيء، عندك ماتش كبير بريسيون تاع ماتش، ما لعبناش ماتش كبير البارح اما ربحنا هذاك ليسونسييل، نحنا عطينا نمشيو كوب دي موند، ولو انه موضوع كبير بنحكي كيما جبت كيما سي المونجي، راهو موضوع نتاع كرة قدم تونسية يلزمو يتصلح برشا برشا.
تحكي لي على لي جون سي المونجي، اما لي جون انت اللي سينيور مش خالصه، اشترها جمعيات مش خالصه، اما فلوس وما حكايات. اذا مش تدخل في موضوع راهو يحب ثلاث اربع سوايع. لا انا مش ندخل فيه، مش ندخل فيه، موضوع كبير برشا. دونك علاش قلت لك اهميه المباراه اسلام، اهميه المباراه واهميه الترشح لكاس العالم، على الاقل ديما نشوفه مفس اكيد فما فلوس داخله وباللي تحب راهو نحكيه بصراحه، فلوس تدخل للجامعه، فما مفس نتاع تنجم تجيري. تصور انت توا تنجم تعدي توا تعدي كوب دي موند، ونجم حتى جمعيات ما تعرفش حتى من الله اعلم شنو باش يصير مع بعض. لكن سامحني سلام خلينا نكمل الفكره، ممكن على الاقل تمشي كوب دي موند، تصوير تونس موجوده، فما فلوس تدخل لتونس، اما خير ولا لا قدر الله ما يمشيوش اكيد تزيد تغرق كره قدم الدوسيه هكا ولا لا. في النص ساعه الاخيره باش نحكيو على مقابله الاياب ان شاء الله في تونس، لكن مازال دقيقتين قبل الاخبار نحب نحكي فيهم على حاجه تقريبا حكينا في كل شيء، كان الجارديان ما حكيناش على الجارديان. ظهر لي سي عبد الباقي اللي كنت خوفنا شويه بشير بن سعيد، رغم اني اوكي ما قبلش، لكن فما ثلاثه خرجات تقريبا كانوا انا واحد من الناس اللي على قلبي. انا شوف في سونداج وقت في قناه حنبال شكون يلعب ماتش مالي، قلت يلعب بشير بن سعيد ككونتينيوتي للكوب دافريك، معناها بون ما ثماش علاش تخمم في تبديله باعتبار انه ما تسببش في كوارث في كوب دافريك. ولكن رايي في الحراس الاربعه بالنسبه لي انا الاربعه يخوفوا نفس المستويات تقريبا. لا ربع يخوف هم إيلزوفان، كل واحد عنده سي ديفو، ما عندناش فيهم جول جارح. جارح بالمعنى نتاعك اللي كي تحطه غادي يصيد وتتهنى به، فهمت؟ ديجا يعاونوا باش تلعب انت ان جو اوفونسيف، راهو لو كاركتير دو جارديان وقيمه الجول تعاونك باش تقدم متر ولا توخر 10 متهني بالطبيعه بيان سور. ما عندناش نقولوها بكل صراحه مشكله من بين المشاكل في كورتنا، ما طلعناش اخر جول، اخر حبه في عنقود حراس المرمى اللي تجم تعمل عليهم هما زوز بن شريفيه وبلبوري. بون بن شريفيه 30 تو، بلبوري تقريبا 34 33 اكثر 37 اخويا خم. بن شريفيه تشوف هو الافضل معناها اليوم. بن شريفيه اقرح، انا قلت لك نحكي لك على القرح موضوع اخر. لا حاجه اخرى معناها ثم لو كوتي تكنيك عند الجارديان ولو كوتي اكسبيريونس وقوه شخصيه. الأقوى في الشخصية وفي التجربة هما بلبولي في بن شريفية. الأربعة هذوما اللي هما بلو جون كو بلبولي بن شريفية إلسوفال وعندهم لور ديفو، والأربعة ما فيهمش واحد اللي فريمون تقول هذا عتوقة ونطمن به. ولو أنه جون ماهوش صحيح برشا، خاطر تقريبا هو معز ظهري من عام 91، بن سعيد من عام 92، وجمال ظهري 90 91، معناها ما يهمش موجود معز بصراحه 100 ماتش في الافريق، اكسبيريونس في الافريق، لعب ترى قداش شامبيونز ليغ، دونك مليم. ونشوف جينا معز اللي معناها عمل غلطات كبيره قبل ممكن ملي كان صغير شويه، وانا لعبت معاه معز راهو نعرفه، عنده شخصيته راهو جارديا، عنده شخصيته ويعرف يلعب سخي وتتهان. معناها انا موضوع كبير هو توا معناها ديباسي، معناها سي خاطر عندك الاربع جارديانات، ولكن كما قال سي عبد الباقي موك شكل كونفيرمي انت باش تتهنى التالي كونفيرمي، عندي جول سيد ينحيها من غادي يطلع. بنشوفوا الشناوي البارح تبارك الله نتاع ما بصراحه مش حتى البارح برك تفرت عليه 200 ماتش، هذاك الجول جاب تراح للاهلي وجاب تراح للمصر، جاب تترويت صحيح. باش نحكيو بعد شويه على مقابله الاياب ان شاء الله كيفاش لازم تكون سهيل.